كونستانتين في سوريا؟ نعم، كان الأمر في سوريا. شوف؟ كونستانتين لم يتوقع العثور عليها هناك. نجحت في هدم المتن كله في رؤوسنا. إنها تمثل الشوكة في جانب. بمناسبة. ها هي. فلننهي هذا. نقف. قلادة. قذيفة بندقية.
لن أموت. اقتربت هذه أصبح هذا مملاً. عليك أن تستسلم الآن. إن كنت ستبدأ التبشير فأنت. جونا، سننتقل للمرحلة التالية من العملية. استعد للانتقام. هناك، انتهى أمرك. ولاؤك لها قوي جدا. أنا أقدرك بالفعل، لكن حتى صبري له حدود. أخبرني بما تعرفه الآن. أرجوك، أرجوك، لا. لا تستمع إليه. كنت أقوم فقط بما كنت أعتقده الصواب. يا
فتشوا الزنازين، اقتلوا الجميع. أنا آسف، كان علي قتله، لكنه كان أعزل، لم أستطع. لم يكن عليك قتله. أنا حقا آسفة على توريطك في هذه الفوضى. اعتقدت أنني أستطيع اللحاق بك. إنهم قادمون، نحن محاصرون. هذه المرة أنا سأنقذك. إنه يحتضر، ليس لدينا وقت. أمسك الباب. الوحدات تستجيب، يجب أن نتعامل معها. اقتربنا من الموقع، لم نرى الهدف بعد، نحن في انتظار الأوامر. ابقوا في مواقعكم، استعدوا، إنها خطرة. علم. أعرف أنك تحبين قراءة المقالات الأثرية الآن، لكن أحثك على أنك إن رأيت أي شيء مكتوب وهو مزعج بشأني فإن عليك أن تتجاهليه. هناك أشخاص لا يفهمون العمل الذي أقوم به، ربما حتى يشعرون بالخوف منه. أيها القائد، نحن في الموقع ونرى الهدف. يجب القضاء عليهم. أين الهدف؟ إنها هنا. تم تأكيد الإشارة الحرارية، جاهزون للاشتباك. انفجار وشيك. اللعنة، ماذا يحدث هناك؟ ماذا حدث؟ اختفى البحر. هذا هو.
تعاقدوا على هذا الموقع. يأتون إليك. هنا. انتهى أمرك، ولكن أين أنت؟ كان ذلك آخرهم. يجب أن أعود إلى جونا. يا إلهي لا، جونا، جونا. لارا، أنا هنا. لارا اسمعي، حاول ألا تتحرك. إن لم أتمكن من النجاة. لا تتحدث هكذا. اسمعيني، لا تلومي نفسك على هذا. نحن ندفع ثمن خياراتنا. نهايته قريبة. لا، يجب ألا تموت. نستطيع مساعدته. كيف؟ يجب أن نوصله إلى المرصد، إلى جيكوب. جيكوب وحده يمكنه إنقاذ جون الآن. يجب أن نعيده إلى المرصد. جيكوب إنه يحتضر. دعيني أتعامل معه. كما كان الرب يحرسك ويحرس خطوك على الدوام ويحميك من لهيب الشمس ومن السارية في الليل، سوف يحميك من كل الشرور، وسوف يحفظ روحك في أمان من الشرور حتى النهاية. اضغط على الجرح، جهزه. Oh.
جايكوب، لقد أصبت. أنت هو، أليس كذلك؟ أنت هو القائد. أشعر بالألم ويمكن أن أجرح. أنا بشري، نهايتي بشرية. والمصدر القوي؟ شيء وجدته منذ فترة، إنه حقيقي وقوي جدا، لكنه ليس مباركا. إذن كذبت عليهم لأجيال. لست فخورا بهذا، لكن فعلت هذا لحمايتهم. استخدمت المصدر مرة لأمنح جيوش حياتهم الطويلة، لكنها كانت غلطة فظيعة. الذين رأيتهم في الأرشيف عندما هاجم الأعداء كتاش، أسقط الحرس المنيع الثلج من الجبل على المدينة، مات الآلاف. ارتكبوا أعمالاً وحشية طمعاً بالسلطة، وكذلك سيفعل ترينيتي، ولكن على نطاق أوسع. هذا ليس أنت. الرجل الذي عرفته لا يمكن أن يؤذي قومه. ألا ترين؟ كل هذا بسببي، ويجب عليه أن ينتهي. أبي، إنهم يتحركون. سيشقون طريقهم إلى الثلج بالقوة. خسرنا بالفعل إذا. لا، لابد من طريقة لمنعهم. جايكوب، أظهرت الخريطة مدخلاً سرياً إلى المدينة. طريق الحرس المنيع، إنه خطر جداً. الوقت ينفد بسرعة، لن أستسلم. أنت تعرف، إن أخرنا ترينيتي فربما سنحصل على فرصة. سأخذ قواتنا وأهاجمهم في الثلج. حان الوقت، فليفتح المخرج. عندما تجهزين فإن الطريق يقع تحت المرصد تماما. سأبذل جهدي لإنقاذ صديقك.
مذهل. جايكوب سأدخل، ماذا سأجد هنا؟ لم يدخل رجالي إلى هناك منذ أن أغلقناه منذ قرون، يفترض أن يكون آمنا على الأقل حتى تجتاز المبيان. هل كان جزءا من المرصد؟ بناه علماء الفلك قبل أن يدفن الحرس المنيع المدينة القديمة، سيكون عليك استخدامه لفتح مدخل كتاش. مذهل. فلنرى كيف يعمل هذا. يجب أن أضع ذلك في المكان المناسب. you
إنه مغلق، يجب أن أفصل الآلية. هناك قفل آخر على الجانب الآخر. كان قوم جاكوب يسبقون عصرهم. انتبهي لخطوات كلارا، يجب أن أصل إلى القمة الآن، يجب أن أضبط التوقيت. دمر المنغوليون كل شيء والمدينة غرقت تحت الثلج. يجب أن أواصل التسلق. مهارات رماية مطورة في بيزنطة.